اجيبها لممثل العراق، وانا وعدت سيادتك وفاتني انا مسجلها، فانا بعتذر لك، لكن حضرتك قمت بالواجب يعني. نختتم هذا اللقاء بكلمة الأخ والصديق المهندس عبد الحكيم عبد الناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المواطنون، أيها الأخوة الأعزاء، أيها الأخوة المواطنون، أولا اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من بادروا بإقامة هذه الاحتفالية، وهو شكر موصول للآلاف من جماهير شعبنا العربي في مصر وفي العالم العربي جميعا، الذي امتزجت مشاعرهم قيم الوفاء والإخلاص مع قيم الالتزام الوطني والقومي، مع قيم الثقة في المستقبل والإصرار على صنعه ليكون معبرا عن أمال أمتنا في الحرية والاشتراكية والوحدة. معلش أنا بقول الاشتراكية لأن الناس النهاردة في كتير بتقول العدالة الاجتماعية وخايفة تقول الاشتراكية، خايفة من الناس اللي بتصار الاشتراكية انها ركس من عمل الشيطان، ما يعرفوش ان اول من بدع هذه الاشتراكية كان هو سيدنا عمر بن الخطاب، والدين الاسلامي دين اشتراكي. وفي نقطة مهمة جدا، ان الناس اللي خرجت في ميدان التحرير كان المبدأ الثاني اللي كانوا بينادوا بيه بعد الحرية والعدالة الاجتماعية، والعدالة الاجتماعية رفعوا جنبها صورة جمال عبد الناصر، فمعناها ان هم بيطالبوا بالمشروع اللي قام بيه جمال عبد الناصر، كانوا بيجسد بيه ارادة هذه الامة في الخمسينات والستينات اللي سماه في الميثاق بحتمية الحل الاشتراكي. ايها الاخوة والاخوات، لم يكن مصابنا في شقيق المغفور له بإذن الله الدكتور خالد عبد الناصر مصابا أسريا، ولكنه كان مصاب الوطن والأمة، لذلك فإن العزاء فيه وتأبينه ينبغي أن يكون مختلفا تماما عن أي مصاب آخر، والاختلاف هنا هو أننا جميعا ندرك أنه كان مهما كانت الخسارة في فرد من الأفراد فإنها تبدو صغيرة وضئيلة أمام خسارة الوطن وأحزان الأمة. إنني أعتقد أن الخسارة الكبرى والأحزان العظمى يتجسدان في فقد الاتجاه الصحيح نحو مستقبل وطني وقومي تتحقق فيه الأهداف التي ناضل من أجلها شعبنا في حلقات نضاله المتوالية، وكان آخرها ثورة 25 يناير العظيمة التي جسدت إرادة الأمة بشكل لم يحدث من قبل، إلا عندما جسد شباب مصر إرادة الأمة في 23 يوليو 52، الأمر الذي يؤكد وحدة التاريخ المصري خاصة بين شباب يوليو وشباب يناير. الخسارة الكبرى هي ما تعرض له التيار القومي من أخطاء وصلت إلى حد الخطايا تجاه فكره ومسيرته وإنجازاته وأهدافه. أيها الإخوة، إنني أدعوكم أن تتأملوا المفارقة بين مشهد كانت الصورة الوحيدة التي رفعت في ميادين التحرير في القاهرة والإسكندرية والسويس والمحلة وفي الصعيد وفي بحري وفي دمشق وفي تونس وفي ليبيا وفي اليمن، وفي هي صورة جمال عبد الناصر.
تعبيرا عن ايه؟ هل هو كهنوت لجمال عبد الناصر؟ لا، هو تعبير ان جمال عبد الناصر هو الذي جسد ارادة هذه الامة وجعل عصمة مصر وعصمة العالم العربي في ايد مصر وفي ايد ابناء العالم العربي. وايه كمان؟ الناس رفعت الصورة دي ليه؟ لان هو كان مثال للقائد النزيه الشريف. الناس اللي تكود بالفساد والطغيان واستبداد الانظمة اللي تمسحت في الاشتراكية واللي تمسحت في العدالة الاجتماعية وانظمة اخرى ادعت لنفسها حق الهي في ثروة البلاد وبقت تاخد نصها وتدي نصها للناس. الاول خدتها كلها وبعدين خافت من الناس فابتدت تدي ربعها وتاخد التلات ارباع. عارفين طبعا يعني ما يدور في دول ما تسمى اللي هي دول النفط ونهب ثروات الشعوب في هذه الدول. فندعو ان احنا نقعد نتامل المفارقه. الصوره الوحيده اللي رفعت كانت صوره جمال عبد الناصر في جميع ثورات الربيع العربي هذا كله. وبعدين نبص في الناحيه المقابله، مشهد التكوينات الناصريه من جماعات واحزاب وجمعيات وغيرها، وتبدو عاجزه عن تحقيق وحدتها وتكامل حركتها وان تكون تعبيرا حقيقيا عن حجم وعمق الوجود السياسي والفكري والاجتماعي الذي جسد به جمال عبد الناصر وثورة يوليو إرادة الأمة. أيها الإخوة، إنني أتساءل ولعلكم تتساءلون معي، هل هناك خسارة وحزن أفدح من هذا الذي فعله الناصريون بأنفسهم وفي أنفسهم؟ خاصة إذا تذكرنا جمال عبد الناصر حين قال: إني أؤمن إيمانا قاطعا أنه سيخرج من صفوف هذا الشعب أبطالا مجهولون يؤمنون بالحرية ويقدسون العزة ويشعرون بالكرامة. جمال عبد الناصر كان مؤمن. كان بيتكلم عن مين؟ هو ما كانش بيتكلم عننا احنا ولا عن جيلنا، كان بيتكلم على هذا الجيل اللي خرج في ثورة 25 يناير، هذا الجيل اللي رفض ان ارادة مصر تسلب، هذا الجيل اللي طلع يفرض ارادته وافرض ارادة مصر وافرض ارادة الامة العربية في تونس وفي مصر وان شاء الله في سوريا وفي ليبيا وفي جميع الدول العربية التي تقوم بها ثورات الربيع العربي. ولهذا فان ثقة جمال عبد الناصر في اجيال اكثر وعيا واكثر قدرة على العمل الوطني وعلى فهم حركة الشارع والتفاعل معها كانت ثقة في موضعها. لاننا الان نشاهد اجيالا شابة عاشت الثورة في الميدان وتفاعلت معها، ولا بد ان تتمكن هذه الاجيال من الامساك بزمام القيادة في حركة الطوارئ القومي ككل والناصريون في القلب منه. ايها الاخوة والاخوات، انني اكرر شكري وادعو الجميع للمساهمة في مرحلة جديدة يقودها الشباب الذي لا تشوب ضميره الوطني ووجدانه القومي وتوحده بحركة الجماهير شائبة من اي نوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم جميعا لحضوركم وحسن استماعكم ومن شارك منكم بالكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. Thank you.